النقله ما بين المقامات الموسيقيه ممكن ناس كتير ما تبقاش فاهمه هو ده يعني ايه، ومش فاهمين قد ايه ده شيء صعب جدا. ده ممكن تفهمنا احنا اكتر؟ هو النقله ما بتجيش اعتباطا، النقله بتيجي اولا بالتوافق النغمي، ثانيا باحساس المنشد او المطرب. ايه اللي ممكن يجي بعد النهوان ده مثلا، وايه اللي ممكن يجي بعد الحجاز، وايه اللي ممكن يجي بعد البياتي، كل الكلام ده ما بيجيش كده، ما ينفعش انقل، لان لو نقلت غلط هيحصل خلل في ودن السامع، هيحصل خلل عند السامع، فلابد ان انا ابقى مراعي وعارف يعني او احاسب على ودن السامع، لان من غير السامع انا ما عنديش تذوق. لذلك يحكى ان الفنان عبد الوهاب رحمه الله عليه لما راح سوريا اول يوم كان جمهوره كام فرد؟ كان جمهوره 7 افراد بس. بس ال7 افراد دول كانوا هم التقال بتوع النغم وبتوع الموسيقى. تاني يوم ما كانش في مكان في المسرح. ليه؟ لان الناس راحوا اتكلموا وقالوا قالوا ان الراجل اللي جاي ده لا عظيم. فعلا عنده ثقل موسيقي وعنده ان هم كانوا هم ناس من اول مره يروح سوريا. كان اول مره اول مره يتسمع في سوريا كان قدامه 7 افراد بس. تاني مره مفيش مكان في المسرح. اول مره انت اتسمعت كان قدامك كام فرد؟ اول مره انا كان قدامي حوالي يعني 2 ولا ايه؟ لا 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 لا, لا اول مره لا الحمد لله. انا بتسمع طبعا من وانا طفل في الاذاعه المدرسيه، فكان بيجي محافظين وعمداء المعاهد الازهريه وكلام من ده، وانا طفل كنت بتسمع وتشرفت ان انا انشدت قدام سيدنا الشيخ شعراوي وانا صغير. الله. وانا طفل. كنت لسه في 6 ابتدائي يعني. قال لك حاجه الشيخ الشعراوي؟ طبعا خدت قبله منه وخدت ككوله هديه زي دي كده. خدت منه ككل هديه ومبلغ. ده حبك قوي بقى الشيخ الشعراوي. خدت منه مبلغ مالي رحمه الله عليه كمان. عملت ايه بقى؟ خدت كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه مره واحده؟ كان سنه 92. 50 جنيه كانت حلوه قوي. حلوين طبعا. كانت جميله قوي. عملت ايه بال 50 جنيه دول بقى؟ قدمت بيها على التليفون الارضي. جبت تليفون في البيت بال 50 جنيه اللي اداهولك الشيخ الشعراوي. التليفون جالي بعدها ب5 سنين طبعا، لان كان وقتها بالحجز، ما كانش زي دلوقتي تقدم النهارده يجي لك بكره. بس كويس حجزته هو ب 50 جنيه بالظبط كده. بعد 5 سنين زمانه بقى ب 500 ولا حاجه. فكان ده دي بركات سيدنا الشيخ الشعراوي ان عندي تليفون من فلوس. فاول مكالمه عملتها مع مين بقى لما جالك التليفون بعد 5 سنين؟ لا مش فاكر بقى. ده كان المفروض مع الشيخ الشعراوي لو كان لسه عايش. كان نفسي لو كان معايا تليفونه، بس هو احنا كنا بنزوره واحنا بصحبه المعهد الازهري اللي احنا كنا تبعه. فطبعا ما كان وانا طفل صغير مش ما كنتش طبعا هقدر اخد رقم مولانا واتكلم معاه. ده انا يعني بالنسبه لي الحدث الصغير اللي مر في دقائق ده بالنسبه لي وسام يعني حاجه طبعا اكيد. غنيت في ساقيه الصاوي، وغنيت في مكتبه اسكندريه. وغنيت في اوروبا، وهتكلم عن موضوع اوروبا ده بعد شويه. ولكن مؤخرا شفناك بتغني في مترو الانفاق. ايه الفكره جت ازاي وليه واحساسك ايه انت بقى اللي غنيت قدام يعني ناس مهمه في ساقيه الصاوي والشباب في ساقيه الصاوي كمان، وناس مهمه في مكتبه اسكندريه وبرضه ناس مهمه في المترو. ايوه بالظبط. الناس المهمه ليه مهمه في المترو؟ لان ده المواطن المصري بالزبط. الجميل اللي رايح شغله او جاي من شغله. كل واحد رايح شغله او جاي من شغله او رايح عنده مشوار، التانيين قاعدين بيتفرجوا وفاضيين. ايه اللي حصل لما الشيخ ايهاب يونس غنى في مترو الانفاق؟ هي الـ كمان اضيف على كلام حضرتك انه اللي رايح شغله والكلام من ده، وفي برضه هو ما كانش ممكن ما يبقاش عنده وقت ان يجي يحضر حفله لايهاب او لغيره. في نفس الوقت ممكن ما يبقاش عنده كمان تمن التيكت. فانت رحت له. ما بيبقاش عنده تمن التيكت اللي يجي بيه. فانا رحت له امتى؟ في وقت خروجه ان هو بيجري عايز يلحق يروح ساعه افطار رمضان. يعني انا رحت الله وقت انت عملت كده في رمضان. يعني وقت ما هو يعني تخيلي بقى انت وقت الازدحام اصلا بيتخانقوا عشان يعدوا وكل واحد عايز يسبق الثاني عشان يخرج يروح. لا اللي كان بيروح ده كان يعني انا قعدتهم في رمضان. قعدوا والسلالم المتحركه وقفت، المكان كله امتلأ. الفكره جت انه مؤسسه اراك كلموني وبتعاون مع وزاره الاتصالات وهيئه المترو كلموني. فالحقيقه انا حبيت الفكره قوي انه يعني انا كل ما بلاقي حاجه فيها وصول للناس بحاول اعملها.
بس طبعا انا خايب جدا في موضوع اللايف والحاجات دي والله. يعني ما اعرفش اطلع، مش شاطر في السوشيال ميديا، مع لا انه في بعض ما اعرفش اطلع على الفيسبوك اقول لهم ازيكم عاملين ايه انا كويس، ما اعرفش اعمل كده. مش لازم تقول ازيكم عاملين ايه، اطلع انشد بس كفايه. لكن اطلع تسالني اجاوبك، لكن اطلع اقول مثلا انا يا جماعه رحت النهارده صيفت في المكان الفلاني لا ما اعرفش اعمل كده. انت غنيت كمان في شارع المعز وغنيت تاني في اماكن مهمه هتكلم عنها بعد الفاصل، بس بعد الفاصل اول ما هرجع عايزه اسمع يا مالكا قدري.